انزل يا اخويا انزل. ده انت نهارك زي وشك، لو كانت طياره الحاج وصلت الحاج هيودينا في داهيه. انا اعمل ايه يا استاذ شحاته؟ ما انت نايم طول الطريق والدنيا كانت زحمه والعربيات قفشه في بعضيها. انت تحاسبني ولا ايه؟ اسكت خالص، انت هتودينا في داهيه. اسال مين دلوقتي؟ اسال مين؟ لو سمحتي، هو الحاج فواز الصياد ما جاش معاك على نفس الرحله اللي جايه من العمره؟ طيب كريزي؟ الحمد لله طمنتيني. يعني انا اغيب يومين تتعطل الدنيا؟ لا اله الا الله، رمضان كريم يا سيدي. بس اسم فواز الصياد ده اسم كبير وعندنا مواعيد لازم نحترمها. يلا كلام موزون، سلام عليكم. فواز بيه، رب صدفة خير من ألف ميعاد. سليم الأشقر؟ الله، هو الاتفاق كان إننا هنتقابل في المطار؟ إحنا اتفقنا إنه هنتقابل أول ما هوصل على مصر، وأنا بعدني جاي من بيروت. يا ألف حمد لله على السلامة. يا أهلا، كيفك؟ أستأذن أنا بقى عشان يا دوب ألحق الفطار، وإحنا على ميعادنا، نتكلم في التليفون وآخدك أفرجك المول الجديد. كتير منيح، إذا ما معك سيارة بنوصلك بطريقنا، بنتي جاية تاخدني. لا لا أنا عربيتي هنا. يا أهلا يا أهلا يا حاج، الحمد لله على السلامة، عمرة مقبولة إن شاء الله. تأخرت ليه يا شحاتة؟ يا حاج أنت عارف بقى الشوارع زحمة وأنت عارف نهار رمضان، كل سنة أنت طيب. طب يلا خد الشنط. حاضر يا حاج. لك يا بابا، وين كنت كل هالوقت؟ صار لي ساعة منبش عليك. الشوفير ما إجا بس طلبت لك أحلى ليموزين. فواز بيه، بعرفك على بنتي مايا، بتدرس هون بالجامعة الأمريكية. بسم الله ما شاء الله. فواز الصياد أشهر مصمم أزياء محجبات بمصر كلها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، لا مؤاخذة ما بسلمش. ما بتسلم كرمال رمضان؟ لا، كرمال ربنا. العربية جاهزة يا حاج. إيه ما في داعي نعطلك هلا. مايا وين عربية الليموزين؟ ليموزين إزاي؟ معقولة سليم بيه الأشقر يكون موجود عندنا في مصر في ضيافتنا ويركب ليموزين؟ شحاتة؟ نعم يا حاج. أنت فهمت طبعا هتعمل إيه؟ فهمت يا حاج. خد الشنط على الليموزين والجماعة يركبوا معايا. اتفضل يا سليم بيه. اتفضل يا سليم بيه. شكرا شكرا. اتفضل يا ست الكل. رمضان كريم يا حاج. كله بما يرضي الله. انا بقول نقرا الفاتحه بقى عشان ربنا يبارك لنا. لك اي فاتحه؟ ما تتخضيش قوي جدا، دي فاتحه تعارف. ايه بس احنا بعد ما تعرفنا هيحصل، طالما القلب نضيف وده شغال. انت كيف بتقدر تدخل قلوب الناس بهالسرعه؟ الحقيقه اللي ما بيعرفك بيخسرك. شو رايك يا مايا؟ الظاهر انك ركبت دماغ البابا بسرعه، وهيدا الشيء نادر ما يصير. الحمد لله، ما احنا قلنا انه هيحصل. ما تسمعونا الفاتحه بقى ولا مش حافظينها؟ لا لا حافظينها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هو ما يحسش انه في رمضان الا اذا كان من المكرونه بتاعته. شم ريحتها يا بنتي يا زينب؟ وخرمت مناخيري يا ستي، اللهم اني صايمه. صحيح هو اتاخر قوي، ده خلاص المدفع قرب يضرب. قلبه مش هيطاوع انه يفطر بعيد عننا بعد الغيبه دي كلها. وبعدين مش انا اللي قلت انه هو راجع وهو بعد شحاته بالشنط؟ اكيد وراه مشوار مهم وهيرجع على طول. برضه ما بيردش، قريته اتصالات يا اما مقفول يا اما يا اختي ما بيردش. بجد بقى يا موري؟ وايه يا اختي؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تيجي تشيلي معايا طبق ولا كوبايه وتساعديني؟ لا اسكيوز مي بقى يا انهار، يا حبيبتي انت عارفه ان انا ايدي مجزوعه ما بعرفش اشيل بيها حاجه، حتى اهو. ارحميني، مرارتي خلاص واتشالت، هتعملي فيا ايه تاني يا سميح؟ روحي يا زينب، ساعدي ستك انهار وهاتي بقيه الاكل من المطبخ. حضري يا ست. يو برضه ما بيردش. تصدقي وتأمني بالله تلاقي البنت اللي قاعده فوق اللي عامله رابعه العدويه عارفه هو فين وبتخبي علينا وسايبانا عمالين نحني وننقض في نفسنا. اي ام شور شور. انا كل حاجه بعملها في البيت ده لوحدي يا ربي. فين هدى؟ كلا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. يا أختي مش توفر القراية دي للتهجد بالليل بدل ما تروح عليكي نومة؟ هدى يا هدى، زعلانة أنا منك، سايباني في المطبخ محتاسة لوحدي وإحنا في ساعة ضيقة. المدفع قرب يضرب، يلا نادي العيال وتعالي. حاضر أنهار. نعم هو وصل يا أختي. إن شاء الله هيوصل بالسلامة، بس أنتي قومي يلا. ربنا يرجعه بالسلامة يا رب.